نفسي الأول أبارك لكم جريدة جميلة كاريزما، وهي كاريزما. أبارك لكم على الطباعة الجديدة وإعادة الطباعة من تاني بعد توقف طبعا في كورونا، كلنا كنا متوقفين وربنا الحمد لله أنعم علينا وابتدينا نعمل كل حاجة تاني بطريقة طبيعية. مبروك، ألف مبروك الطباعة من جديد. اللي نفسي أقوله إنه الصحافة هي نبض المجتمع، هي الضمير الحي للمجتمع. هتظل الصحافة هي مصدر الأمان والثقة، بالرغم من السوشيال ميديا، ونشكر ربنا على السوشيال ميديا، بالرغم من الصحافة الإلكترونية، لكن تبقى الصحافة الورقية مصدر أمان وحب كده، وفي كده يعني دفء ما بيني ما بين الورق والجريدة، حاجة بتطمني إني أكون حاطة الجريدة دي في الترابيزة عندي في الصالون، ومستنية في أي وقت أكون رايقة وفاضية إني أتصفحها. دي حاجة حلوة قوي، بركة كبيرة قوي. أما بالنسبة لجريدة كاريزما بالتحديد بقى، فنفسي أقول ثلاث حاجات. هي بتجمع بين اللغة العربية والنسخ الإنجليزية، فدي ميزة جميلة جدا. الحاجة الثانية هي بتجمع ما بين كل الأعمار، مش بتنسى الطفل، مش بتنسى الشاب، مش بتنسى الأباء والأمهات، حتى الأجداد وكبار السن ليهم نصيب في صفحات كاريزما. الحاجة الثالثة والمهمة قوي، كتير بنلاقي جرايد متخصصة في حاجات، مثلا في الإعلانات أو في المقالات أو لفئة معينة من المجتمع. كاريزما لا، كاريزما أي حد ممكن يفتح يلاقي اللي هو عايزه ببساطة. يعني الأوبن بوفيه بتاع جريدة كاريزما تلاقوه موجود، الطفل يحبها، الشاب، يعني كل واحد فينا بصراحة ليه نصيب في جريدة كاريزما. ربنا يبارككم، ربنا من نجاح لنجاح. حاجة حلوة قوي إن الواحد يلاقي هويته المصرية والعربية في جريدة. جريدة بتتوزع بالمجان، جريدة بتلاقيها بسهولة في كل مكان. نفسي أقول الجملة دي تاني، جريدة بتتوزع بالمجان وبسهولة تلاقيها في كل مكان، من أول السوبر ماركت للمطاعم الكبيرة للإيفنت الكبير زي إيفنت جريس النهاردة. كل حتة هتلاقي بسهولة الجريدة اللي بتعبر عنك، بتعبر عن بلدك، بتعبر عن هويتك، بتلاقي إعلانات صادقة. ونفسي أقول إعلانات صادقة، لأن مصداقية الإعلان من مصداقية الجريدة، من مصداقية المعلن عنها. ففي أمان جدا ما بيننا ما بينها، في ألفة. الحاجة الحلوة قوي في الآخر نفسي أقولها كمان، أني عرفت أنها أول إصدار ليها كان في عيد الشكر، وده حاجة بتعبر عن أن إزاي ربنا بيبارك في العمل. بنشكر ربنا على جريدة كاريزما ومن نجاح لنجاح. كاريزما ديلي.com، الخبر كل الخبر.